سلسلة من الزيارات نحن الوزارة تقوم بها في كل جهات الجمهورية، وأكيد معناها كل الجهات باش يتم زيارتها، وإن شاء الله احنا في كل مكان نمشوا له ونواصل فيه الأشغال تاع وزارة التربية، ومن أجل النهوض بالبنية التحتية تاع التربية والتعليم، خاصة أن هناك توجه حقيقي وتوجه صادق في الكثير من الأنظمات والالتزام بالتربية والتعليم، انطلاقا من أن العناية بالتربية وإيلاء التربية الأهمية اللازمة، وهي تونس في الحقيقة أعطت للتربية الكثير منذ الاستقلال، ولكن اليوم تنطلق من جديد من أجل إرجاع الهيبة وإرجاع الأهمية القصوى للتربية، حتى للتربية نسمع إن شاء الله مجتمع يكون أفضل ومجتمع يكون متطور من خلال الاعتماد على العلم والمعرفة. تعرفوا التوجه الجديد والسيد رئيس الجمهورية ماضي في اتجاه إعلان المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهذا المجلس سيهتم بكل ما يهم الشأن التربوي من بنية تحتية، من برامج، من تقييم، من زمن مدرسي، من إطار التربوي كيف كيف الرئيس يؤكد على إعطاء الأهمية والاهتمام بالرجل التربية، المدرسين وكل أعضاء الأسرة التربوية، حتى يلعبوا دورا في هذا المجتمع، الدور اللي كان يلعب دائما رجل التربية، حتى نصنع مجتمع يكون أفضل ونصنع مواطنين كما نريدهم، يعني المواطن التونسي المتفتح، المتسامح، المتواصل، المتأصل في هويته العربية الإسلامية، وأيضا المنفتح على كل حضارات العالم، يعني وهذا ممكن مع تونس، هذا البلد الذي بدأ يخرج شيئا فشيئا من الوضعية الاستثنائية، وبفعل يعني ترسيم وتنصيب مجلس النيابي اللي بالمناسبة هوني الأخت النائبة مفتاش اللي النائبة حدايا من جلسة ذاك المشرعة يعني التشريع مهم، وبعد نجاح الانتخابات في تونس بطريقة جديدة، الاعتماد على التصويت على الأفراد اللي أكيد فيه العديد من الميزات، رغم أنها طريقة غير مألوفة، وحتى النتائج في الحقيقة غير مألوفة، ولكن هي طريقة جديدة أكيد سيكتشف تونس أهميتها في المستقبل، بعيدا على البهرجة وبعيدا على الدعايات وبعيدا على كل الأموال التي تصرف من هنا وهناك في هذه الحملات الانتخابية. اليوم هناك مجلس يعني تشريعي بدأ يشتغل ويعد نظامه الداخلي ويتقدم بالضرورة، هناك مجلس الجهات والقطاعات والأقاليم كيف كيف تم وضع القانون الأساسي وسيتم يعني انتخابه، نفس الشيء بالاعتماد على عمق الشعب، لأن هناك من ما زال حتى لم يفهم الطريقة الجديدة، ولكن الطريقة تذهب إلى عمق أبناء الشعب، إلى الأرياف، إلى العمادات، إلى العائلات أصلا، حتى يكون الدوائر ضيقة، وهناك تمثيلية لكل أبناء الشعب، كل أبناء الشعب يكونوا ممثلين من خلال الاعتماد على العمادات، وهذا أسلوب جديد ومعتمد في عديد البلدان، راه ماهوش يعني خاص بتونس فقط، ونتصوروه نجم يعطي أكلة في أقرب الأجيال. نفس الشيء المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري سيتم أكيد تركيزه من خلال المجلس التشريعي، وتونس تتقدم وتتعافى، ولكن لن تتقدم إلا بالاعتماد على أبنائها وعلى سواعد بناتها وأبنائها، الناس كل تحط الحق إيديها،
وقت الناس تعرف اللي هناك قيادة نظيفة، قيادة مخلصة، قيادة وفية، قيادة لا تتلاعب بأموال شعبها، وهذا مهم جدا. وقتها الناس كل تحط إيديها، والناس كل نجم تضحي جدا، من نجم تضحي إلى المنبه متأكد أن ما يضيع حد شيء، يعني ما يضيع حد شيء. هناك حرص، هناك تأكيد على ضرورة المحافظة على هذا الشعب وعلى رزقه وعلى خيراته وعلى أمواله، يعني فرصة مناسبة للعمل المشترك لكل أبناء الشعب دون استثناء. كل أبناء الشعب يجب أن يشاركوا في هذه التجربة الفريدة من نوعها والجديدة، وبعيدا على كل التجاذب، خاصة والتجاذب المدعوم مع الأسف في بعض الحالات من جهات لا تريد الخير لتونس، ولا تريد الاستقرار لتونس، ولا تريد لتونس أن تكون مثالا للتغيير ومثالا لصنع يعني تاريخ ومستقبل مختلف ربما على بعض الجهات التي تريد دائما أن ترهم تونس، تحب تونس دائما يعني محتاجة لها، تحب تونس تعتمد على الأجنبي. بالعكس، كل المواقف مشرفة إلى أبد حدود، من حقنا أن نفخر، من حقنا أن نرفع رؤوسنا عاليا في هذا الظرف الصعيب اللي تونس تعاني منه، من الوضع الاقتصادي اللي ما زال لم يعني ينهض، الوضع الاجتماعي، شعبنا ما زال يعاني من قدرات يعني بعض الشرائية اللي هي مرهقة، يعني الوضع صعب، ولكن هذا الشعب يصمد لأن في نفس الوقت له الثقة في هذا المسار، هذا المسار اللي في ظل هذه الصعوبات هناك قرارات وهناك يعني إجراءات حقيقية مهمة ترفع الرأس، ترفع الرأس لهذا المواطن، لهذا الشعب. من ذلك التأكيد على أن تونس بلد مستقل، بلد حر، تونس أبية بشعبها، بنسائها وبرجالها، سواء على المستوى المحلي أو على الخارجي. أخيرا وقع إرجاع تقريبا العلاقات مع الشقيقة سوريا، وهذا في تحدي كبير لكل الدوائر التي لا تريد ذلك يعني وتريد أن تعزل تونس. هذا ما نجم يزيدنا إلا شرف، ما نجم يكون إلا دافع لنا لمزيد العمل والمضي قدما من أجل أن نبني بلاد يطيب فيها العيش لكل أبنائها، ترتقي فيها قدرات شعبنا على العيش الكريم وعلى يعني التواجد فوق الأرض وتحت الشمس مرفوعة مرفوعي الرؤوس. وهذا ما نجم يكون كما قلت لكم بكل أبناء شعبنا وبكل جهاتنا. تونس تزخر بالخيرات، لابد فقط من تحريك القوى الكامنة في كل جهات شعبنا في كل البلدان. ما ثماش ولاية ما فيهاش إمكانيات كبيرة، كل واحدة عندها خصوصياتها. باجة اليوم هي كجزء من هذا الإقليم الشمال الغربي اللي يمكن لها أن تصنع مستقبل تونس من خلال الاعتماد على قدراتها الإنتاجية في الفلاحة خاصة. هناك حلم بالعودة إلى الاكتفاء الذاتي. باجة وهذه الجهة كلها كانت مطمور، روما كانت تغذي في يعني 12 مليون في روما في تلك الفترة، ما عدا في تونس هنا، فما بالك اليوم ما زلنا نستورد في القمح، وهذا ما نجمش يتقبل مستقبلا. لازم نرجع للعمل والإنتاج في كل المجالات، في الحبوب، في الأعلاف، في السكر، في الزيوت، لنا كل القدرات من أجل ذلك، وكل المبادرات إن شاء الله تجد كل الدعم من أعلى قيادة هذا البلد حتى نصنع مستقبل زاهر لبلدنا. أنا نعرف العديد من أبناء هذه الجهة، التي يعني قدمت العديد من يعني التضحيات والعديد من النضالات دفاعا على استقلال تونس وعلى حرمة هذا الوطن. ولنا العديد من المناضلين الأشاوس الذين قاوموا الاستعمار بكل قدراتهم، واليوم أبناء باجة أكيد أنهم معنا
ومتأكد بأنهم ملتزمون بمواصلة النضال، ولكن من أجل تطورهم، من أجل تقدم البلد، من أجل بناء تونس أفضل إن شاء الله. شكرا لكم.